سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سياسات الصحة، البرنامج الأسبوعي اللي يحكي على السياسات الصحية في تونس والمقترحات لإصلاح المنظومة الصحية. حلقة اليوم باش تكون ملخص للحوارات اللي عملناها مع وزراء الصحة السابقين في الفترة الماضية ورؤيتهم حول الإصلاحات الممكنة في القطاع الصحي، وأيضا حول الفترة اللي تولوا فيها حقبة وزارة الصحة. حكينا معهم في مختلف الجوانب اللي تتعلق بإدارتهم لوزارة الصحة، حكينا معهم أيضا على المشاريع اللي حبوا يعملوها وما وصلوش أنهم يعملوها، الأهداف اللي حبوا يوصلوا لها في وزارة الصحة وما توفقوش أنهم يوصلوا لها. حكينا معهم أيضا على التقصير اللي صار في فترة توليهم للوزارة الحساسة هذه، وعلى رؤيتهم لكيفية إصلاح المنظومة الصحية في بلادنا. أكيد فما تقاطعات ما بين الوزراء هذوما، وفما اختلاف، فما اتفاق على نقاط معينة، وفما نقاط ما تفقوش حولها، وفما رؤية ما تفقوش حولها. الوزراء اللي ضفنيهم كانوا سميرة مرعي وزيرة الصحة في حكومة يوسف الشاهد عام 2016، أيضا سونيا بوشيخ وزيرة الصحة ما بين 10 مارس 2019 إلى فيفري 2020، وأيضا سعيد العادي وزير الصحة السابق في حكومة الحبيب الصيد من فيفري 2015 إلى أوت 2016. الوزير الرابع اللي كان معانا في إذاعة الحياة فام في برنامج سياسة الصحة هو عبد اللطيف المكي وزير الصحة خلال الفترة ما بين 2011 و2014 وما بين 28 فيفري 2020 و 15 جويلية 2020. أهم الأسئلة اللي سألناها لضيوفنا كانت الوضع الصحي في تونس حالياً، كيفاش يقيموه، كيفاش كانت تقييمهم لذروة الجائحة، كيفاش قيموا التعاطي متاع وزارة الصحة مع الجائحة هذه كمسؤولين سابقين. أيضاً كان السؤال اللي سألناه وطرحناه على مختلف ضيوفنا كان حول إشكالية جائحة كورونا كإشكالية طبية متصلة بالمرض والعلاج، وتحولت إلى إشكالية صحية اجتماعية واقتصادية ونفسية وأيضاً بيئية، كيف باش يراو انه لازم نتعاملوا مع تطورات الجائحة هذه. سألناهم كما قلت على شنو كانوا ينجموا يتخذوا من قرارات لو كانوا على رأس وزارة الصحة منذ بداية الجائحة، وسألناهم أيضا على تقييمهم لمردود وزارة الصحة وكيفاش يراوا الإصلاحات الممكنة اللي لازم تصير في هياكل وزارة الصحة، مستقبل قطاع الصحة ما بعد كوفيد في مختلف المؤشرات البشرية والمادية والاستراتيجية، شنو يغيروا وشنو لازم يغيروا على رأس وزارة الصحة وفي مؤسساتها باش نرتقيوا بالخدمات الصحية. موقفهم من السياسات الصحية الحالية ما بين منظومة العلاج العمومي والخاص، وواقع الصحة أو واقع المستشفيات العمومية، الاكتظاظ، نقص الأدوية، انتشار الفساد، كيفاش يراو الحلول الممكنة للمظاهر هذية. باش نتعرفوا تدريجيا على أجوبة وزرائنا على الأسئلة اللي ذكرناها. حطوا باوز وبعد نختم. كانت هذه أجوبة وزراء الصحة اللي استضفناها في برنامج سياسة الصحة حول المحاور اللي ذكرناهم، حول المنظومة الصحية، حول تعاطي وزارة الصحة مع جائحة كورونا، حول الإصلاحات الممكنة على رأس الوزارة وداخل هيكل العمومية الصحية في المستشفيات، كيفاش يراو الإصلاحات. كانت هذه الأجوبة كما قلت اللي أعطوها ضيوفنا. احنا هكا وصلنا نهاية حلقتنا لليوم من سياسة الصحة، نتلقاو إن شاء الله جمعة جوية في موضوع جديد وضيف جديد. باي باي. سياسة الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة.